مع بعض مقادير طبق مشهور جدا في بلاد الشام، مشهور في كل الدول العربية، ولكن في مصر له مذاق خاص وطعم خاص بما ان هو موثق من ضمن الاكلات المصرية الشعبية الجميلة، اللي هو العدس ابو جبة الجميل. الله. ومش انا اللي بقول الكلام ده يا عم كريم، ده القرآن الكريم موثقه بصلاوه وثومه وعدسه. العدس ده انا هعمله النهارده بصارة مع البصلة المقرمشة. مقاديره عدس ابو جبة، بصل وثوم وكمون وزيت زيتون، يعني هي كمان اكله صيامي جميله جدا. عدس ابو جبه وزيت زيتون وبصل وتوم، بنحط العدس على النار بالشكل ده كده في حله عشان نعمله ويدوب. معايا يا كريم؟ معاك يا حبيبي. انا مش عايزك ايه القمر الديني، خليك تسرح وانت بتغرفه كده بالطعم الحلو. حله على النار نحط فيها شويه زيت زيتون. حلو. مش عايز اقول لك انا فرحانه قد ايه بالحلقه دي حبيبي. طلعت الشيف اللي جواك. انا حاسس ان انا عندي انتصار كبير قوي عملته النهارده، انتصار معنوي. انت عامل حته فنيه هنا، عامل كاستين قد بعض بالظبط. يعني انت سايب الفراغ، دي برضو تركايه فنيه خلي بالك. بس طبعا الحاجات دي عادي تمسح، بس انت يعني الكميه مش واحده مليانه وواحده، فاهم انت ازاي؟ حلو. وطبعا انت عارف ان العدس ده من الاكلات الموثقه من ضمن الاكلات المصريه الشعبيه. شفت ليه بقى؟ الفول، العدس، البصارة، البامية، الملوخية، الويكة اللي انت بتحبها، كل ده مع بعضه. نقلب كده البصل الحلوة، ننزل بالعدس الحلو ده كده هنا اهو زي الفل، ونقلب دول كده مع بعض. العدس بيتكلم مصري في قلب الحلة، شفت ازاي؟ اهو زيت زيتون. بص انا قاعد وانا بحط بحط الحاجات ديت، انا قاعد منبهر باللي انت بتعمله بصراحه. ودي شويه الثوم ما شاء الله. شايف انا اصلا يعني اتابعك على التلفزيون. بس كمان يعني احيانا بالمناسبه يعني بعض الناس، وانا منهم انا هقول لك حاجه لاول مره هقولها. اتفضل. يعني وانا منهم لما بشوف برامج الطبخ يعني تمام قول يا عم لا ده الاكل بيبقى جاهز. هو يقعدوا يعملوا مش عارف. لا قدامك انت شفت حاجه جاهزه؟ يقعدوا بالله عليك. والله العظيم ولا اللي بيكذب بيخش النار ولا حاجه والله، ولا شفت حاجه اصلا. انا قلت مثلا ايه ولا حتى وانا جايب شغل السيبه بقى وتطلع من تحت الكاونتر بالظبط كده، يبقى الحلتين جاهزين على عينك يا تاجر. على عينك يا تاجر. ايوه هو ده. فعظمه على عظمه يعني. بس في شويه مزبراس اللي هو التحضير يعني. طبيعي. يعني مثلا قمر الدين منقوح في ميه. طبيعي طبيعي. العدس وهكذا التحضير يعني. عشان ما نقعدش مع الساده المشاهدين 8 ساعات. ده اذا كان عليهم عايزين نقعد اليوم كله على الشاشه عشان انا وانت وكريم. عشان ده عشانك انت والله. انا وانت وحبنا. عشان انت والله العظيم فعلا. انا وانت وحبنا. فعلا جميل يعني. طيب هناخد طلعنا فاصل يا كريم. انت نطلع فاصل. فين كاميرتي؟ ايوه ايوه نطلع فاصل. انا مستني. اهي اهي اهي. طيب فين؟ اهو راحت معايا اهي. يا سلام لقينا اهي الكاميرا الحلوه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع الشيف مغازي، عامل شويه اكل حلو قوي بصراحه كده بلغه الكوره، هداف كبير. استنوا الهداف الكبير بعد الفاصل، خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للاكلات المصريه الموثقه، بصاره العدس، بصاره الفول. بمناسبه الفول، طبق الفول بالنسبه لك ايه، على الفطار او السحور؟ انا احب اكل فول في اي وقت. حلو. يعني بص الفول سبحان الله الاكله الوحيده اللي صعب تتكره او صعب تتضايق. واكلها بزيت زيتون، واكلها بزيت حار، واكلها بزيت عادي. واكلها بطحينه، واكلها سبايسي. الفول كل حاجه. ما فكرتش مره تخش تعمل طبق فول في المطبخ خالص؟ مع ان الرجاله يعني يحبوا دايما يعملوا طبق الفول في السحور. بس اقول لك حاجه بصراحه. فضل. لا يعني يعني لو تقصد مثلا تتبيله الفول. لا ممكن اعملها. حلو. انا احط شويه كمون، شويه شطه، شويه زيت. طب ما دي اهم حاجه التتبيله بتاعتي. ما دي اهم حاجه. الفول بيتدمس عادي بالظبط. كده لكن ما اعملش الفول نفسه يعني. انت عارف انا بعمل ايه دلوقتي؟ دايما البصلايه بتاعت الكشري بتاكلها عند محلات الكشري مقرمشه. ايوه صوتها بيطلع تحت ضرسك وانت صح كده. صح. بيجي منين ده؟ منين؟ التركيه اللي بعملها دلوقتي حرفنه. ايه بقى؟ دي معلقه نشا مع بصل مع ثوم مع عصره ليمون. تاني معلقه نشا مع ثوم مع عصره ليمون وسنه بابريكا صغيره. وهنحط كمان تخليها تقرمش. تقرمش وشويه الله. الملح التمام. الله عليك. ايه رايك؟ زي الفل كده. الله عليك. ومع كلها مع بعضها كده هحط كمان شويه كزبره كده. البصلايه بقت ايه؟ محرمشه. نمسكها كده. النشا مع التوابل بعد ما نقلها في الزيت دلوقتي.
هتشوفها مقرمشه ومش هتاخد وقت كبير في الزيت ومش هتشرب زيت كتير. فقلب الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. البصل ده اهم حاجه في اي اكل. شفت 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 البصليه نازله ازاي؟ هي نازله بتضحك. لا اجي ابص وارجع تاني. بص الله عليك. مش تاخد وقت كبير. السر في ايه؟ معلقه النشا اللي انا حطيتها حبيبي. خلصنا البصاره بتاعتنا نغرفها في الطبق الحلو ده برده. كريم هيساعدني. البصاره دي بقى تتاكل ازاي؟ يعني ده عايزه العيش. ايوه اللي هو البلدي المفقع، العيش البتاوه، العيش البلدي، او العيش اللي هو بالرده. سلام. الله، شفت البصاره دي؟ شفت الله. البصاره، شفت الشقاوه دي؟ شفت الحلاوه دي؟ ده حلو قوي. دي عايزه شويه عيش يا عم كريم. ده حلو قوي. وسمي بسم الله وتحط عليها البصله دلوقتي. هتحط عليها بصل كمان. بصل مقرمش. يا سلام. شفت البصلايه؟ البصلايه دي دي بقى تحط فين؟ على وش البصاره. برضو عايزك بايدك كده دلعها البصاره. ماشي. يلا خد البصلايه دي حطها على وش كده. ازاي بقى؟ كده بالطول. بايديا. ايوه. اوكي. ايوه. بص بقى. بص الجرنش ده ذوق جواك. ايوه. بتطلعه فن جواك بتطلعه. ماشي. رؤيه جواك للطبق وهو بيتغرف. هو ده بس خلاص. اي حاجه هتحطها تبقى حلوه حبيب قلبي. حبيبي تسلم ايدك. انا نفسي بس ما كنتش بتجاملني. لا والله مش بجاملك، بالعكس انت عملت حلقه جميله جدا وما كنتش متخيل ده يطلع منك يعني. طب الحمد لله، لانك انت صرحتني وجيت معايا دغري، قلت ماليش. أيوة. في المطبخ. لكن لو قلت لك بقى ليا في المطبخ وبتاع كنت هتكشفني. لا ما هو ده ماليش في المطبخ، هنتكلم. أيوة. في المطبخ. ايوه انت جيت. انا قلت لك ماليش في الكوره. كنت واضح وصريح معاك. حلو كده، جميل زي الفل. حلو على هادي. البصاره اللي هو العدس الاسمر ابو جبه المصري اللطيف، كبده. كبده فراخ. بصوا الاكل حلو ازاي. ايوه حتى نالا خلاص. عملنا كبده. ماشي. الفراخ بدبس الرمان، عملنا طبق بتنجان جامد جدا بيحل مكان طبق الترشي على السفره. قمر الدين بيتكلم مصري من ايد نجم مصري له بصمته على شاشه القناه الاولى لتقديم برنامج رقم 10. انا بجد استمتع. مبسوط. أيوه. ومستمتع وفرحان بجانب الاكل العظيم جدا حبيبي. مستمتع ان انا كنت موجود معاك النهارده. اشكرك. شيف رائع جدا، الناس كلها بتحبك. شكرا. كمان طريقتك في التقديم عظيمه، طريقتك طبعا في الطبخ دي مش محتاجه تقييم مني اكيد عشان هبقى فاشل جدا في التقييم. انا اتشرفت بيك والله. بس كل حاجه عظيمه جدا بجد. اتشرفت بيك والله العظيم. انا اتشرفت جدا. انت راجل جميل جدا يا حبيبي. انت بيبان يا حبيبي، انت ابتسامته حلوه يا حبيبي، بيبان من جوه نظيف يا حبيبي. ده انت اللي جميل وكل حاجه عظيمه حبيبي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا غالي. بس عشان قبل برضه يلا يلا. بص التركيه دي. هو ده هو ده هو ده هو دي. انت عارف بقى انا هعمل ايه كمان؟ يعني انا في البيت بقى اعمل ايه؟ بحط عليها شويه شطه. معلش يعني عارف انت ضد الشطه بس لو شويه شطه كمان. ايوه شفت، هي الشطه التاتش بتاعك. بحب السبايسي. احب اي حاجه سبايسي. اي حاجه سبايسي. والله احب اي حاجه. طبق الفول على السحور كل حاجه سبايسي. بس انصحك لما تاكل الفول لازم مع زبادي اصلا اصلا، يساعد على الهضم والحموضه. هايل حبيبي.